انضم إلينا الآن من تونس نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية. نسرين، إذن أرحب بك، حدثينا أكثر عن هذا الخبر. تحياتي فيروز لك وللمشاهدين، أرجو من لم أسمع جيدا السؤال. نسرين، هل تسمعينني؟ إذن بالحديث بإيجاد عدد من المهاجرين غير الشرعيين وتوجههم نحو مدينة طوين التونسية، إلى جانب أيضا خبر مقتل أو غرق اثنين من المهاجرين غير الشرعيين في محاولة هربهم أو سفرهم عبر البحر نحو أوروبا، ماذا لديك من جديد حول هذا الأمر؟ نعم فيروز، بالفعل يبدو أن مشكلة المهاجرين العالقين على حدود البرية التونسية الليبية بشكل خاص عادت لتطفو من جديد على السطح، مثل ما أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، الذي قال أن تونس اضطرت لإدخال 140 مهاجرا بالأمس كانوا عالقين في يعني على الحدود في تطاوين بين تونس وليبيا، وعدد آخر والعشرات من المهاجرين ما زالوا ايضا عالقين من الجانب في الجانب الليبي. مصطفى عبد الكبير انتقد غياب التنسيق التونسي الليبي فيما يتعلق بمساله المهاجرين، وقال ان ال 140 مهاجر الذين ادخلتهم تونس اوتهم السلطات المحليه في مراكز لايواء المهاجرين غير النظاميين، وما زالوا البقيه عالقين على الحدود الليبيه التونسيه. وانتقد بشكل خاص عدم تعاون السلطات الليبيه فيما يتعلق بمساله عدم يعني ادخال يعني عرقله وصول المهاجرين الى الحدود بين تونس وليبيا، وقال ان الجانب الليبي لم يلتزم باتفاق تم، يعني هناك اتفاق سابق بين السلطات التونسيه والليبيه على منع تدفق المهاجرين غير النظاميين، ومن من المهاجرين يعني يضبطون عالقين على الحدود يتكفل بهم سواء الجانب التونسي من جهته والجانب الليبي من جهته ايضا، وكان في وقت سابق تونس قد تكفلت بنصف المهاجرين العالقين على الحدود التونسيه الليبيه والنصف الاخر تكفلت بهم السلطات الليبيه، وهذه المره يبدو ان المشكله عادت لتطفو من جديد على السطح. ويتوقع مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان يتوقع ان يكون هناك يعني تدفقات اخرى ويعني تزايد اعداد المهاجرين، ويبدو ان التدفقات ما زالت متواصله للمهاجرين غير النظاميين القادمين خاصه من دول افريقيا جنوب الصحراء نحو تونس، كانوا في فتره سابقه ياتون اي اكثر بتدفقات كبيره من الحدود الليبيه التونسيه عفوا الجزائريه، وهذه المره من الحدود التونسيه الليبيه، وما زالت المشكله متواصله. تونس تحاول من جهتها بحسب ما اعلنت في فتره سابقه انها تضمن التعامل مع مشكله المهاجرين غير النظاميين بحسب ما يبلغ القانون التونسي والمعاهدات الدوليه التي وقعت عليها تونس في فتره سابقه. تونس اكدت والمسؤولين التونسيين اكدوا في فتره سابقه ان حقوق المهاجرين غير النظاميين مدخوله، وتونس تتعامل معهم بشكل اساسي بشكل انساني، وتدرك جيدا ان التحديات التي يعني تكبدها هؤلاء للوصول ونحو يعني في مطارده حلمهم للوصول الى السواحل الاوروبيه ما زالت يعني هناك تحديات كبيره. نعم. تدرك جيدا هذه طيب. التحديات وبالتالي التعامل الانساني. نعم. مع هذه المشكله. نسرين، كنا بدأنا هذه الحلقة بملفنا الخاص بالحديث عن الحرائق التي تواجهها عدد من دول المغرب العربي، وكانت ولاية جندوبة في أقصى شمال تونس إحدى الولايات التي حتى هذه اللحظات ربما فيها اندلعت فيها حرائق منذ مساء الأمس. هل لديك أي أخبار أكثر عن ما يحدث في جندوبة، الخسائر التي لحقت بالولاية جراء هذه الحرائق، وهل هناك أي خسائر بشرية حتى هذه اللحظة؟ نعم بالفعل فيروز، تونس ايضا معنيه بهذه الحرائق التي يتعرض عليها العالم وخاصه دول شمال افريقيا. بالامس اعلنت الحمايه المدنيه ان هناك ثلاث حرائق في ثلاث مناطق في ثلاث غابات مختلفه في ولايه جندوبه الواقعه بشمال غرب تونس، واعلنت اليوم انها سيطرت على هذه الحرائق والان تجري عمليه تبريد لهذه الحرائق لكي لا تندلع من جديد. الحمايه المدنيه والسلطات الامنيه ايضا اعلنت انها اجلت حوالي 28 عائله مع حيواناتهم، هذه العائلات تقيم في مناطق قريبه من الغابات التي انطلقت فيها اندلعت فيها عفوا الحرائق،
وقالت ان اغلبهم عاد اليوم هذا اليوم صباحا الى منازله، ولكن ما زال اخرون لم يعودوا الى منازلهم في انتظار ان يتم السيطره بشكل كامل على هذه الحرائق. ليس منطقه جندوبه فقط من تعرضت الى هذه الحرائق، ايضا باجه، منطقه نفسها من ولايه باجه تعرضت لاندلاع حرائق بالامس، ومناطق اخرى بسيانه والقصرين والقيروان هي بالاساس مناطق جبليه وغابات، والحمايه المدنيه اعلنت انها سيطرت على هذه الحرائق نوعا ما. وفيما يتعلق بحرائق جندوبه، قالت الحمايه المدنيه ان هذه الحرائق المتفرقه والمتزامنه في توقيتها اتت واتلفت ما يقارب 50 هكتار من يعني الغطاء النباتي، الغطاء الغابي بشكل اساسي، وهناك سيطره نوعا ما على هذه الحرائق. هذه الحرائق بحسب مسؤولين من الحمايه المدنيه يبدو انها اسبابها غير طبيعيه، لانهم يرون ان تزامنها في التوقيت وخاصه قربها بشكل اساسي نوعا ما يعني انها غير، يعني الاسباب لم تكن طبيعيه بالاساس. وطبعا يجري البحث والتحريات في اسباب اندلاع هذه الحرائق. من تونس نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية، أشكر جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معي مباشرة من تونس.